من اللي صار اليوم من كارثة بحق هذا النادي العريق، بحق محافظة كاملة باسم البصرة. السؤال هنا يا نواب البصرة، كلكم تحديد الكل، من تجي دعاية انتخابية لو تفاصيل تروحون تفترون على الساحات الشعبية وعلى لاعبين الميناء وعلى الأندية، تعالوا سووا دعاية وانتخبوني، بس من تصير الكارثة وتفوزون كلكم تطمون راسكم كالنعام. اكو واحد بيكم ياخذ على عاتقه اليوم ويفتح ملفات تحقيق بكل شبهات الفساد اللي صارت بهذا النادي؟ اكو واحد بيكم يجي يسأل يقول اكو ناس قلتها واكررها حفاي، قسما بالله حفاي، اجوا باسم الميناء صاروا تجار وصعدوا جكسارات. منين جاب هاي الفلوس؟ بزمن المليارات؟ شنو الانجاز اللي حققتوه صار لكم 10 سنوات لهذا النادي غير انه انتم نزلتوه للدرجة الاولى؟ زين انت محافظ البصرة، الميناء سفير هذه المحافظة وكشختها وهيبتها، حركت ساكن، دزيت على قادة الرياضة، تعالوا ليش مختلفين فيما بينكم، تنسحبون بنص جمهوركم، كسرتوهم، الله يكسركم ان شاء الله. ما لحق يفرح جمهور الميناء، هسه صاعد من دوري الدرجة الاولى، راح ترجعون تنزلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورحب ب